بياع جرايد، كل يوم كنت أعدي عليه أقعد معاه شوية وبعدين أسلم عليه وأسيبه وأمشي. الراجل ده كل ما أسلم عليه أو أقول له عامل إيه كان يقول لي الحمد لله على نعمة الستر. فكان بيني وبين نفسي أبص وأقول له ستر إيه يا حاج، أنت الهدوم بتاعتك كلها مقطعة. وبعدين لما حس إن أنا مش فاهم يعني إيه نعمة الستر بدأ يشرح لي وقال لي هفهمك. قال لي يا ابن الستر ده أنواع، لما تكون مريض بس قادر تمشي على رجلك ده ستر من مذلة المرض، لما يكون في جيبك 5 جنيه هتقدر تتعشى بيها ده ستر من مذلة الجوع، لما تكون قادر تقرأ جرنان ده ستر من مذلة الجهل، لما تقدر تتصل بالناس اللي حواليك تطمن عليهم ويطمنوا عليك ده ستر من مذلة الوحدة، لما يكون عندك شغلانة بتشتغلها حتى لو بسيطة زي حالاتي كده بياع جرايد ده ستر من مذلة السؤال. الستر يا ابني ستر نفوس مش ستر فلوس، وافتكر ان النعم اللي انت فيها دي ممكن تكون حلم عند حد تاني.